الخميس 25 من إبريل، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس، وتتابعون معنا اليوم أثر قرارات المركز تنعكس على المغاربة المقيمين في ليبيا، وتابعوا معنا أيضا عودة السفارة الصربية للعمل في طرابلس. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلس. وبداية جولتنا لليوم تكون بأولى فقراتنا صدى الأخبار بجولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية. إذن في صدى الأخبار تلتحق بنا زميلة نسرين سليمان. نسرين مساء الخير. مساء النور وفاء، ورحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا برنامج اقتصاد بلس وطبعا فقرات صحيفة صدى الاقتصادية. ننطلق بداية بتصريح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الذي حدثكم عن سحب فئة 50 دينارا من التداول والتلاعب بقيمة الدينار. طبعا قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج في تصريح خاص بصحيفة صدى الاقتصادية، أو تحدث حيال سحب فئة 50 دينار من التداول، وقال أن يوجد تزوير محدود، والإشكال أن الإصدارات كانت صادرة من المحافظ ونائبه، وأن سبب الارتباك والإرباك هو عدم التنسيق بين السياسات المالية التجارية النقدية وبين المحافظ ونائبه. وأضاف أن التلاعب بقيمة الدينار الليبي يسبب انهيار قيمته مستقبلا ما لم يحدد قيمة ثباته والدفاع عنها، وكان الأفضل أن يتم السحب بطريقة أفضل حسب رأيه. نمر لمصدر بمصرف ليبيا المركزي الذي أكد لكم أن كل فروع المصارف والمؤسسات ملزمة بقبول فئة 50 دينارا. طبعا أوضح مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص بصحيفة صدى الاقتصادية أن كل فروع المصارف والمؤسسات ملزمة بقبول فئة 50 دينار، وأن رفض قبولها من المواطنين يعرضهم للمساءلة القانونية، وأن لا داعي لحالة القلق والخوف من تداول هذه العملة والتقيد بالمدة المحددة في نهاية شهر أغسطس. وتبع المصدر بالقول أنه سوف يتابع مصرف ليبيا المركزي مخالفات بعض المصارف في فرض عمولات الإيداع ورفض قبول هذه الفئات، وستتخذ الإجراءات حيال الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة أي مصرف مخالف، ودعا الجميع للتعاون مع المواطن وتوفير سيولة بديلة عن ما يتم إيداعه من مبالغ في حدود المسموح به. نمر لموضوع آخر. المحامي مصطفى المانع في تصريح لكم حدثكم عن الحكم بوقف تنفيذ الرسم المفروض على النقد الأجنبي في القضية المرفوعة من رئيس الوزراء ضد قرار الرسم. قدمي لنا التفاصيل. طبعا قال المحامي مصطفى المانع في تصريح خاص بصحيفة صدى الاقتصادية أن محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري تحكم بوقف تنفيذ الرسم المفروض على النقد الأجنبي في القضية المرفوعة من رئيس الوزراء ضد قرار الرسم، وتابع بالقول أنه بموجب حكم المحكمة لا يجوز الاستمرار في جباية الرسم سواء للمعاملات الخاصة بالأغراض الشخصية للمواطنين أو التجار، مضيفا أن حكم المحكمة دائر فوري، أي واجب التنفيذ فورا، وأن يعني التزام المصارف ببيع النقد الأجنبي بسعر الصرف الرسمي فقط دون إضافة الرسم. كما اختتم حديثه بالقول أن شاكرا القضاء الليبي والزملاء في إدارة قضايا الدولة والمحامون، وقال أن اقتصاد ليبيا سيظل بخير بهذه الطريقة. وختاما، تحصلتم على شكوى محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى النائب العام ضد يوسف يخلف مسعود، ما تفاصيل ذلك؟ طبعا تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على شكوى من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى النائب العام ضد يوسف يخلف مسعود، وذلك لتصريحاته خلال ورشة أزمة سعر الصرف وتداعياته على الاقتصاد التي نظمها حزب المستقلين الوطني. وقال المحافظ أن إذاع المذكور أعلاه أن مصرف ليبيا المركزي قام بمساهمة دولية بقيمة 96 مليار و600 مليون بناء على تقارير رقابية محلية من عام 2015 إلى عام 2022، وأكد بأن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بأي مساهمات منذ سبتمبر 2011 إلى يومنا هذا، ما عدا مساهمة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 10 مليون دولار، وذلك في سبتمبر 2023. وجاء أيضا في الشكوى أن الادعاء بأن مصرف ليبيا المركزي قام بمنح ما يقارب 38 دولة 56 قرض ولم يقم بتحصيلها ولا بتحصيل فوائدها، تؤكد أن مصرف ليبيا المركزي لم يمنح أي فرص أي قرض لأي دولة منذ سبتمبر 2011 إلى يومنا هذا. وطبعا تضمنت الشكوى بأن المذكور أن دعا المذكور بأن هناك
هبات منحت لبعض الدول، وأكد أن مصرف اليمن المركزي لم يمنح أي هبة لأي دولة منذ سبتمبر. شكرا لك. إذا كانت هذه جولتنا في صحيفة صدى الاقتصادية، نمر الآن إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر وأهم الأخبار الاقتصادية، والبداية بالعناوين. عودة السفارة الصربية للعمل من طرابلس. آثار قرارات المركز تنعكس على المغاربة المقيمين في ليبيا. وأكثر من 9000 مليونير في بلدين مغاربيين. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عودة السفارة الصربية للعمل مجددا من العاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أمس الأربعاء، وأشارت الوزارة إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين في مجالات الزراعة، التعليم والدفاع والنفط، وتحتاج إلى التفعيل. كما أن هناك طلاب ليبيين يدرسون في بلغراد ويتلقون معاملة حسنة من السلطات هناك. نحن بدورنا اجتمعنا مع السيد وتناولنا العديد من المواضيع وتباحثنا حولها. أعتقد لدينا لدى كلا البلدين الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وهناك أرضية لإمكانية تفعيل هذه العلاقات والدفع بها من جديد. طبعا لا ننسى أن الاتفاقيات شملت جميع المجالات، منها في الزراعة، في التعليم، في الدفاع، في النفط، العديد صراحة من الاتفاقيات التي تحتاج للتفعيل وتعديلها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة. كذلك لدينا العديد، لا ننسى العديد من الطلبة الليبيين الدارسين في بلغراد في صربيا بصفة عامة في الجامعات الصربية، ونشكر الحكومة الصربية على تقديم كافة التسهيلات للطلبة من حيث الإقامة والإجراءات المتعلقة بإقامتهم في صربيا. صراحة هناك أيضا دفعة قوية في التبادل التجاري بين البلدين، سجل عام 23 حوالي أكثر من 200 مليون يورو مستوى التبادل، ارتفع التجاري بين البلدين. نعرف جيدا أن التجار مؤخرا أصبح يتجهون لصربيا لاستيراد العديد من المواد الغذائية صراحة، فأصبحت صربيا مؤخرا وجهة للتجار الليبيين، ونتمنى طبعا الدفع بهم وتعزيز هذا التبادل لأكثر من هذا المستوى. افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة المالطي إيان بيرج فعاليات الملتقى والمعرض الليبي المالطي للتجارة والتصدير. يشارك في الفعاليات ممثلو شركات القطاع الخاص وأكثر من 50 رجل أعمال ليبي ومئة شركة مالطية مختصة في مجال الصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والتأمين والمصارف والشحن، وذلك بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد على موقع فيسبوك. من جانبه أكد الحويج في كلمة خلال الافتتاح أهمية الاستثمار والتجارة والتصدير بين البلدين بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح آفاق تعاون مشترك للتجارة، داعيا إلى العمل لرفع حجم التبادل التجاري وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة أمام أصحاب الأعمال. نعقد هذا المنتدى يعتبر خطوة مهمة في هذا الزمن لإحياء وتفعيل وزيادة التعاون وفرص لمستثمرين وأصحاب الشركات الليبية والمالطية للتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في بلدينا وما أكثرها، لغرض تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية المجتمع في مالطا وفي ليبيا، لأن أصبح الرفاه الاجتماعي هو السيادة الوطنية وليس الحدود الإدارية من وجهة نظرنا الاقتصادية. لشعوبنا تنتظر منا الكثير وإن قصرنا في مطالبها، حيث أن أغلى دول العالم اليوم تولي اهتمامات كبيرة وأولوية قصوى للتنمية الاقتصادية لكي تصبح لنا الرئيسية لمعالجة أي مشاكل أو معوقات والوقوف مع أصحاب الأعمال والشركات. نأمل أن يرتقي مستوى تعاوننا مع جمهورية مالطا إلى أكبر ما يمكن الوصول إليه
معا ما هو عليه الآن، والعمل على رفع حجم التبادلات التجارية وتسهيل إجراءاتها. وهي فرصة كبيرة أمام المتعاملين الاقتصاديين بين البلدين في هذا المنتدى لتتويج أكبر قدر من التعاون فيما بينهم، وهو الأمر الذي يتطلب منا العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة أمام رجال الأعمال بين البلدين لتفعيل وتعاون هذا التعاون والدخول معا إلى أوروبا وأفريقيا بالاستثمار المشترك. في ملف آخر، وقعت كل من الجزائر وتونس وليبيا على اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بينها بالصحراء الشمالية. ووقع الاتفاق أو الاتفاقية التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس الأربعاء كل من وزير الري الجزائري طه دربال ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي ووكيل وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة محمد دقنيدي. واتفق خلال الاجتماع على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آلية إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية. تبعات قرار المركزي بفرض رسم على العملات الأجنبية ما زال يجني تبعاته ليس على الليبيين فقط، هذه المرة على المغاربة المقيمين في ليبيا. كيف ذلك؟ التقرير التالي يوضح التفاصيل. زيادة في رسوم الحصول على تأشيرات وبطاقات الإقامة لحامل الجنسية المغربية في ليبيا، قرار أثار حفيظة وذعر عدد كبير منهم بالنظر إلى وضعيتهم الاقتصادية، إلى جانب إقرار غرامة مالية عند مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة تم تحديدها ب 500 دينار عن كل شهر. ويكمن الإشكال وفق مصادر مغربية في أنه على الرغم من أن أسعار الخدمات ثابتة وموحدة بموجب نصوص تنظيمية، إلا أن قرار مصرف ليبيا المركزي المتعلق بزيادة الرسم على العملات الأجنبية يصبح على إثره مبلغ 86 دولارا مقابل إنجاز جواز سفر مبلغا كبيرا بالنسبة لهم، ما يستدعي وفق رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية محمد حسن الواثق التفاتة استثنائية إلى الجالية المغربية بإعفائها كليا من هذه الرسوم أو إقرار إعفاءات جزئية مقابل بعض الخدمات الرسومية للتخفيف من وطأة ارتفاع نسب التضخم في ليبيا عليهم. رئيس الجمعية أفاد في تصريح صحفي مغربي أن هذه الزيادات أثارت مخاوف المغاربة في ليبيا الذين يقيم غالبيتهم بشكل غير قانوني، ونقل عنهم مطالبتهم السلطات في الرباط بالتدخل لدى نظيرتها في ليبيا لاستثنائهم من القرار إلى حين الحصول على وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعيتهم. كما ذكر أن هذه القرارات وخاصة المتعلقة بفرض غرامات مالية لا تتناسب مع وضعية المغاربة المقيمين في ليبيا بالنظر إلى معاناتهم منذ سنوات للحصول على الوثائق المطلوبة بهدف تجديد الإقامة بسبب غياب الخدمات القنصلية، إذ يتطلب تجديد الإقامة للحصول على جواز سفر الذي يتطلب بدوره الحصول على بطاقة الهوية، بينما لا يمتلك حوالي 20,000 مغربي في ليبيا على هذه البطاقة التي شرع في استصدارها لفائدتهم عقب عودة القنصليات. لكن الأمر يسير بشكل بطيء ما يعني تراكم الغرامات المالية في حقهم لأشهر. لكن اللافت للنظر فيما تم التصريح به هو أن حوالي 90% من المغاربة في ليبيا لا يمتلكون بطاقة الإقامة ولا جوازات سفر، واعتبر جملة منهم أن هذا القرار سيكون له عواقب وانعكاسات على أوضاعهم في ظل الاتجاه إلى اشتراط الإدلاء ببطاقة إقامة غير منتهية الصلاحية لإنجاز المعاملات الإدارية والخدمية في ليبيا. وتجمع ليبيا والمغرب علاقات اقتصادية هامة، إذ سجل التبادل التجاري بينهما في سنة 2022 178 مليون دولار، وبلغت صادرات المغرب إلى السوق الليبية 52 مليون دولار، تتمثل أساسا في مواد صناعية وغذائية وأدوية. ودعا وزير الاقتصاد محمد الحويج إثر انعقاد ملتقى الأعمال المغربي الليبي بطنجة الذي انعقد في نوفمبر 2023، دعا الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى بذل الجهود لفتح قنوات اتصال مباشرة فعالة للتباحث وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار في مجالات متنوعة كالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. فهل تحدث هذه العلاقات بين البلدين استثناء في دفع الرسوم؟
ولمعرفة أكثر تفاصيل حول هذه الإشكاليات ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ محمد حسن الواثق المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلس. مساء الخير ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. معكم محمد الحسن الواثق من طرابلس. أهلا بك. إذن أستاذ محمد حدثنا بأكثر تفاصيل عن هذه الإشكاليات والرسوم التي تعتبرونها مشطة بالنسبة للمغاربة المقيمين في ليبيا. مشكورة جدا. هو في الحقيقة قراءتكم لهذا التقرير كانت شاملة لما تناولناه مع بعض القنوات بهذا الخصوص، ولكن هذا لا بأس أن نضيف إضافة أو نؤكد على ما جاء في هذه التصريحات الصحفية وفي بعض القنوات. وفي الحقيقة الإخوة المغاربة أسوة بالجالية الأخرى في ليبيا، لما صدر هذا القرار عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بالرسوم الجديدة، وهو قرار طبعا جاء لتعديل نص في القانون المتعلق بالأجانب في ليبيا، وهو قانون صدر من الثمانينات، فعدلت هذه المادة، فكان هناك رفع كما أشرت في التصريحات السابقة، رفع للرسوم وهو رفع صاروخي حقيقة. لكن ومع ذلك الذي يضر أو الذي يضر أكثر بالجالية المغربية في هذا المجال، وهو تلك الغرامة التي لا تتناسب مع وضع الجالية المغربية بالخصوص هنا في ليبيا، لأن التمثيلية الدبلوماسية لم تباشر عملها من سنة 2015 إلى الآن إلا منذ شهر أو شهرين، وبالتالي هناك تأخر في الإجراءات وهي بطيئة جدا لعدم وجود عدد كافي من الموظفين في داخل القنصلية المغربية، وهو ما ينعكس سلبا طبعا على الجالية المغربية. والحصول على الوثائق التي يشترط أو يشترط المشرع أن تكون صالحة حتى يمكن تسوية الأوضاع القانونية بالنسبة للإقامة، هذه يتطلب وقت طويل. البطاقة الشخصية تتطلب شهرين، والجواز يتطلب تقريبا 15 يوما، والعدد عدد أفراد الجالية المغربية في ليبيا عدد مأهول جدا. كم عددهم تقريبا؟ حسب بعض الإحصائيات تقول أن 76 ألف مغربي في ليبيا حسب بعض الإحصائيات. فلو فرضنا جدلا نحن هذا العدد، فلنفترض جدلا أنه نصف العدد فقط لا يتوفر على وثائق صالحة، هذا يعني والقنصلية تنجز بالنسبة للبطاقة الوطنية ما لا يتعدى 15 بطاقة في اليوم تحضيرها، معناه 15 في اليوم في 5 أيام، وبعدين نضربها في الشهر ونقسم العطلات إلى غير ذلك، معناه أنه في السنة كلها عدد غير كافي. معناه أنني أنا كلما تأخرت عن تسوية وضعي مع السلطات المغربية، معناه أنها تتراكم علي غرامة بمعدل 500 دينار شهريا، وهذه الأرقام لا من الصعب على الأفراد الجالية توفير هذه المبالغ. طيب أستاذ، لأن هناك أصلا تضخم في البلد، وهناك قلة بالنسبة للشغل ضعيف جدا هنا في البلد، والجالية هناك من عاش أو يعيش في هذه في ليبيا زهاء 30 سنة كأفراد يعني، بل أصبحت عائلة ممتدة. طيب أستاذ محمد، ما الحل الذي تقترحونه اليوم لتسوية وضعية هؤلاء؟ لا حل إلا بتدخل السلطات المغربية عن طريق وزارة الخارجية، التدخل لدى السلطات الليبية على الأقل لاستثناء هذه الفئات إلى حين تسوية أوضاعها، لأن القوانين نعرف أنها تطبق من تاريخ نفاذها، والقرار صدر في شهر 3 من هذه السنة، بمعنى لو فرضنا أنه بدأ تنفيذه من تاريخ صدوره إلى الآن، بمعنى هناك تراكمات الآن. يوما ما ستعجز يعني كل هذه الفئات تعجز عند تسوية أوضاعها، لأنه أصلا هناك تضخم في اسمه، بالإضافة إلى القرار وإن كان قد تم إيقافه مؤخرا، القرار الذي صدر فيما يتعلق بالزيادة 27% على العملة الأجنبية، هذا أوقفته المحكمة الإدارية مؤخرا في القضاء المستعجل، أوقفت هذا القرار، وهذا طبعا يعتبر خطوة جادة طبعا، وتسجل للقضاء الليبي
الطلاني الاداري الليبي تسجل له هذه الخطوه فيها التخفيف طبعا تخفيف على المواطنين نعم. وعلى افراد الجاليه كذلك. واضح، شكرا لك استاذ محمد حسن الواثق المدير التنفيذي لجمعيه الصداقه الليبيه والمغربيه، شكرا لك. اذا فاصل ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلس متواصل، والآن أخذكم إلى جولة في محل بيع اللحوم بطرابلس. لدينا مرقاز، مرقاز تواب المرقاز خدمة المحل هنا طبعا خدموا خدمة المحل هنا تواب خدمة نظيفة وتواب نظيفة. وعندنا هبر عجل كيلو 50 دينار، لحم إسباني مذبوح هنايا حاجة كويسة 100%. وعندنا هبرة بقر، تمام، هبرة بقر فيه هبرة ستيك فخدة، فخدة ستيك 57. وعندنا هبرة عادية مفروم والأكيل طبخ والقديد هيك 47 دينار. وعند إسباني مذبوح هنايا طبعا يعني الكل يخدم الإسباني هو اللي كاين. عندنا معاليك، معاليك طبعا وطنيات، وعندنا معاليك إسبانيات. المعلق الوطني كيلو نفس السعر الخروب 75، حتى المعلق نفس السعر 75. هذا شيء يطلع ديما المعلق سعر المعلق توا هذا مثلا هذا يطلع 166 دينار معلق وطني على حسب الميزان نتاع السقيطه. وعندنا المفروم شويه ناعم هيك المحشي والبوريك شويه زايده فيه ليا خروف والشاكله نتاع خروف. مرقاز طبعا كيف تكلمنا عليه من قبل، مرقاز خدمه المحل اللهم بارك. وعندنا هنايا قعود وطني بالعظم مخلط 37 دينار، حتى الميزان نتاعو 120 130. تمام، عندنا كبده قعود كيلوها 65 دينار، يعني طبعا هي طازه تمشي مخلطه شويه كبده وقلب كبده وكلوه. ما اكثر مرغوب القعود الوطني ولا القعود يعني مثلا الوطني فيه الحوار، الحوار شويه السعر نتاعو زايد، فهمت، السعر نتاعو شويه زايد. هذه هبره قعود، هذه فخده، هذه هبرة قعود كيلو 54 دينار فخدة ما شاء الله ما شاء الله فخدة ما شاء الله ما شاء الله فخدة. تمام، هذيك همبورغا مخدومة هنايا خدمة المحلات، همبورغا توابل ما شاء الله نظيفة، توابل كباب نتاع شوي ما شاء الله. هذا صدر دجاج وطني ما شاء الله، صدر دجاج وطني تطلع 27 الا ربع، وطني مش المستورد، خدموش في المستورد الوطني بس كله ميزان ما شاء الله. الهمبرغر صدر وطني نفس هذا ما شاء الله، نفس خدمه المحل تتبيله نتاع المحل ما شاء الله ربي يبارك. الهمبرغر كيلوها 35 دينار، هو طبعا الصدر ب 30 دينار يكلف توابيل وفهمت حاجات زايدات. وعندنا دجاج هنايا ما شاء الله، دجاج هاو دجاج وطني حاجه ما شاء الله نظيفه، دجاج يعني مش داك الدجاج المكسور ولا الدجاج نتاع ما شاء الله، دجاج نظيف نظيف ما شاء الله، ولا ضربه فيها ولا حاجه ما شاء الله، دجاج نظيف ما شاء الله. سعره 16 دينار وربع، يعني تقدر مثلا تلقاه برا بثمن ناقص، ولكن تلقى الدجاجة مضروبه جنواح فهمت ايوا هذا الجوده حاجه كويسه ما شاء الله. خاد ما شاء الله مشفيين كيلوهم 17 دينار. وبهذا نصل إلى نهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.